وظيفة متى؟ هذا هو السؤال والشعار اللي احنا بنرفعه في الحياة الآن منذ 10 أيام أو أكثر من 10 أيام. الحملة اللي أطلقها برنامج الحياة الآن بعنوان مصر النظيفة تهدف للقضاء نهائيا على ظاهرة انتشار القمامة على مستوى الجمهورية وإيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الظاهرة وإعادة النظر الحضاري للشارع المصري. مرة تانية بقول حلول جذرية، مش حملات أو مجرد حملات للنظافة بيقوم بها السادة المحافظين أو توبيخ أو تعنيف لرؤساء الأحياء أو العاملين في هذا القطاع ومسؤولين عنه مسؤولية مباشرة. مصر نظيفة مستمرة حتى يتم وضع نظام واضح ومحدد لكل محافظة يتم بها القضاء على القمامة نهائيا، ليست مجرد حملات نظرا لضغط إعلامي أو ضغط من الحكومة أو ضغط بيتم بشكل ما أو بآخر من حتى المواطنين اللي بيشتكوا، حملات عشوائية بتتم أو حملات وقتية. مش هو ده الحل ومش هو ده المطلوب ومش هو ده اللي الناس عايزاه ولا هو ده اللي احنا بننادي بيه. كاميرا الحياة الآن انتقلت اليوم إلى مدينة نصر لرصد تراكم القمامة في عدد من شوارع المنطقة. نتابع مع زميلنا محمد رياض على الهواء مباشرة. محمد برحب بيك، تفضل. مساء الخير عليك شريف. بالفعل أتواجد الآن في منطقة التبة آخر شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر. عندما دخلنا مدينة نصر شريف وجدنا الطرق نظيفة كلية، ولكن عندما أخذنا للذهاب للداخل لا يمكن أن تتخيل وجود هذه المنطقة التي يعتليها تلال من القمامة وتلال من الردم، وأسفل هذه التلال مياه الصرف الصحي التي أدت إلى إمراض عدد كبير من أبناء هذه المنطقة. يمكن شريف منذ دقائق قليلة هذا اللودر الموجود خلفنا الآن لم يكن موجودا تماما، ولكن عندما تواجدنا هنا أهالي المنطقة قالوا أن الحي أرسله كي يزيل هذه التلال من القمامة، وأن هذه التلال لم يتم إزالتها من قبل، وإذا جاء هذا اللودر يأتي مرة واحدة وبالتالي بقية أوقات اليوم تتكاثر تلال القمامة، مما تؤدي إلى وجود وانتشار العديد من الأمراض. هنتعرف أكثر من خلال عدد من الأهالي على هذه المشكلة وهذه التلال الموجودة هنا من القمامة. بتعرف بحضرتك حاج صلاح زنات الأسيوطي. حاج صلاح، أنت يعني ما كنت بتكلمنا هنا دلوقتي على تلال القمامة دي، أنتوا بتعانوا منها هنا كتير، إزاي إن أنتوا المشكلة دي وفين دور الحي؟ دور الحي بسم الله الرحمن الرحيم، دور الحي أن مش موجود، وأنا أول واحد متضرر وعندي ابني اتغذى من قيمة أسبوع، رحت للسيد مأمور اسم مدينة نصر مشكور. هنا في المنطقة اتضرب بسكينة؟ أيوة يا فندم اتضرب. بسبب الزبالة؟ ايوه يا فندم اتضرب بسبب الزباله، ورحت للسيد مامور اسم مدينه نصر، السيد نائب المامور عمل لي محضر. طب ازاي يعني، ايه السبب اللي خلاه اتضرب هنا بسبب الزباله؟ كان بيشيل ولا كان بيلم شويه زباله يسترزق منهم ونصلوا عليه من القهوه اللي ورا الزباله دي، لان طبعا ما حدش بيشيل الزباله، وطلعوا عليه غزوه بالسكينه، ورحت رئيس اسم مدينه نصر وعملت محضر بيه وعملت تقرير طبي، ولغايه دلوقتي ما خدتش حق من اي حد، وبتمنى من ربنا ومن السادة المسؤولين شيلوا لنا الزبالة دي، لأن أنا اتضررت جامد جامد وابني تعبان جدا جدا جدا. و تمام، نشكرك يا حاج. معي ايضا شريف احد اصحاب الشقق هنا او احد الساكنين هنا، بتعرف حضرتك يا حاج؟ نعم، انا اسمي السيد علي السيد. انتوا ازاي ان انتوا بتعانوا من المشاكل اللي موجوده هنا؟ بنعاني من المشاكل ديت كل يوم، نشوف مرار كل يوم وجيبوا زباله يرموها هنا، واخد بالك؟ وقبل كده قبل كده في عهد المشير طنطاوي كانت دي 4600 متر، كانت مبنيه 4 ادوار وخمس ادوار، وجم هدوها. جم بقى البلطجيه لا مؤاخذه، طيب جم البلطجيه قاموا بانيين العشش اللي انت شايفينها دي كلها والحاجات دي كلها، ورامين البتاعه دي، وكان قبل كده من قيمه حوالي جشار عايزين يشيلوا الصناديد يرموها قدام باب العماره. وعانينا كتير، ورحت اشتكيت لرئيس الحي مره واثنين وثلاثه، ومعايا صور المذكرات ومعايا الناس اللي موجوده في العماره اكتر من 20 واحد بلا نتيجه. هو المفترض ان دي موقف اتوبيس؟ اه دي المفروض ده موقف اتوبيس. مش لا انا شايف يعني اتوبيسين او ثلاثه هم اللي واقفين مش لاقيين مكان. هم بيجوا مكانهم الزباله وبعدين مش لاقي له مكان، مش لاقي له مكان، مش لاقي له مكان، الناس بتيجي تضربهم، الناس بتيجي تضربهم.
فما فيش حد، ما فيش لا شرطه ولا حد بيجي يعمل حاجه. انت حضرتك قلت لي ان ولادك تعبانين بسبب تعبانين تعب. بقول لحضرتك المدام عيانه بالقلب هيت، وفي نفس الوقت العيال التلات عيال عيانين نايمين فوق في الشقه من فوق، وغلبت خلاص. نشكرك يا حاج يعني شريف. كان الأهالي أيضا هنا حدثونا عن حادثة حدثت الأسبوع الماضي، كان أحد الأطفال وجدوه ملقى في أحد الصناديق ومحترقا تماما داخل أحد صناديق القمامة. يعني بنناشد المسؤولين شريف إن هم يشوفوا حل لهذه المنطقة وإزالة هذه التلال من القمامة. قبل ما أشكرك محمد، معلش استاذنك تخلينا نشوف الصوره بشكل اوضح، وعايز اتاكد منك الجرار اللي جاي يشيل القمامه جه لما عرفوا ان انتوا جايين. بالفعل شريف، يعني اهالي المنطقه هنا سوف كاميرا تستعرض ليك شريف. اطلب من الاهالي بس ان احنا نستعرض، اطلب منكم بس نستعرض الصوره بعد اذنكم. نستعرض الصوره شريف. يعني الاهالي ذكروا لنا ان هذا اللودر او هذه القراكه لم تاتي كثيرا الى هنا، وعندما وجدوا كاميرا الحياه الان او التلفزيون بشكل عام ارسلوه الى هنا كي يزيل هذه التلال من القمامة. الاهالي هنا ايضا شريف يعني ذكروا لنا ان هذا اللودر عندما ياتي بيقوم فقط بنقل القمامة وليس ازالتها، ولمدة 5 دقائق فقط ثم يذهب في طريقه. ولكن بشكل عام لم يجد حل جذري هذا اللودر المؤجر من الحي، بحسب ما ذكر لنا الاهالي هنا والشهود هنا ان الحي هو حي مدينة نصر هو من يقوم بتأجير هذا اللودر لازالة القمامة، ولكن لم يتم ازالتها بشكل جذري. شريف اتفضل شريف. والصورة الآن يمكن تستعرض الآن التلال القمامة لا تزال موجودة على الأرض، ومياه الصرف الصحي لا تزال موجودة على الأرض أيضا شريف. بشكرك، شكرا جزيلا محمد رياض. شكرا محمد على كل التفاصيل. يعني هي ظاهرة سلبية بتنضم لعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الظواهر السلبية المنتشرة على مستوى الجمهورية.